مسابقات متنوعة وتكريم لا يتوقف لطلاب متألقين يستحقون كل التقدير. واليوم موعدنا مع تكريم الفائزين في المسابقات الرياضية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة في مدينة جرابلس للمعاهد العليا، والتي تتضمن مسابقة كرة القدم ومسابقة لعبة الشطرنج ومسابقة تنس الطاولة. واختتمت هذه المسابقات بتكريم الحاصلين على المراكز الأولى، وذلك بالتعاون مع الهيئة الطلابية في معاهد جرابلس العليا التابعة لجامعة غازي عنتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الطلابية لمعاهد جرابلس في مدينة جرابلس عدة مسابقات رياضية، وتتضمن هذه المسابقات مسابقة كرة قدم في معاهد مدينة جرابلس، وأيضا مسابقة للشطرنج ومسابقة تنس الطاولة. وتم تقديم الجوائز من قبل مديرية الشباب والرياضة في مدينة جرابلس للفائزين بالمراكز الأولى. لا تقلق.